طيبة الأولى، لكن المتابعة كانت حاضرة. الزيادة الهجومية في غياب تغطية دفاعية بالنسبة للفريق. الكرة تكمل الطريق إلى المرمى. هدف ما تقدر تلوم في حارس المرمى، لأنه حاول في المرة الأولى وصد الكرة وخلصها، لكن المهاجم كان في الموعد، وضع الكرة في الشباك بكل أريحية. لويس سواريز، أنطوان غريزمان. الحكم يتيح الفرصة لبرشلونة لاستمرار الهجمة. خوان كوادرادو، كريستيانو. الكرة بتضيع من كريستيانو رونالدو. تمريرة إلى ليو ميسي، عند الإمكانية هنا. تسديدة من سواريز، حارس المرمى ببراعة يتصدى. الله على لقطة، حارس ممتاز، كان متوقع بأن يتصدى لها. إبعاد سيء للقطة. كرة سهلة في متناول حارس المرمى. كليمان لاندلي، سواريز، ليو. بينية خطيرة من ميسي. أرتورو فيدال في المرمى. يا رب يا سلام على هذه الكرة، على اللمسة، على اللقطة، على كرة تحرك الشباك. الفارق الفني كبير جدا بين الفريقين في مباراة اليوم. واضح أن المباراة تنتهي. بيعدي وبيمر بالكرة. مستحيل، حكم ما يتساهل. ضرب الجزاء مرة أخرى الآن. شوف اللقطة في عادة، في تدخل قوي كان، في خطورة كبيرة. تدخل أيضا في اللقطة الماضية كان غير قانوني، في خطأ واضح وغير مبرر. ركلة جزاء بعيدة عن المرمى. أكيد الآن التفكير في عدم تنفيذ أي ركلة جزاء أخرى. أرتورو فيدال، نيلسون سميدو، عند الكرة الآن. تسلل على ميسي، كان عليه أن ينتظر قليلا. ممتاز في قراءة اللعب. غونزالو هيغواين، كرة بتقطع بعد عمل جيد حقيقة. الحكم يحتسب ركلة حرة. الآن التفكير في كيفية تنفيذ هذه اللقطة. تركيز عالي مطلوب حتى تشكل خطورة. تحتاج للمسة ساحرة في هذا التوقيت. يا الله على التصدي. تير شتيغن يتألق، تألق غير عادي في كرة من مسافة قريبة جدا. ركنية ضعيفة، لم تشكل أي خطورة. سواريز. ها هم مشاهدينا أصحاب المبادرة يتقدمون في النتيجة. لم يحسم الأمر بعد، لكن الأمور تبدو جيدة. سددها. ثقة كبيرة من الحارس في التعامل مع الكرة. تحرك جيد يساعد في قطع الكرة. كريستيانو رونالدو، كيف راح يتصرف فيها؟ المساحة متوفرة أمام رونالدو. يضرب، تير شتيغن يبعدها، لكن ما زالت خطيرة. رونالدو يفقد الكرة. رافينيا، كرة تذهب للخصم دون معاناة بعد تمريرة سيئة. باولو ديبالا، حكم اللقاء يحتسب دقيقتين كوقت بدل ضايع.
الكرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب. بليز ماتويدي. الحكم ينهي الشوط الأول والنتيجة. على الرغم من الأهداف العديدة اللي شاهدناها في شوط المباراة الأول، لكن المتعة بصراحة غابت لأن الندية ما كانت حاضرة، والآن نتمنى في شوط المباراة الثاني بأن تكون الأمور مختلفة. توقع جيد في قطع الكرة. ضغط متقدم، استخلاص الكرة. عمل ممتاز. تصويبة على المرمى الخالي، حارس المرمى خارج مرماه والكرة في الشباك. تركيز كبير في وضع الكرة في المرمى، أحيانا يكون المرمى خالي والكرة من هذه المسافة ويكون فيها ضغوطات على اللاعب، لكن التعامل مع الكرة بشكل سليم. الآن أصبح الفارق كبيراً بين الفريقين، ولا أعتقد بأن هناك مجال للعودة في هذا اللقاء. باولو ديبالا. غونزالو هيغواين. الحكم يعلن عن وجود خطأ. مسافة بعيدة على كريستيانو رونالدو، لكن الدول يقرب البعيد يقرب البعيد. هذه اللقطة للكرة الثابتة البعيدة، ومع ذلك اللاعب اختار التسديد من هذه المسافة. كانت عنده ثقة، عنده جرأة، وبصراحة الكرة كانت قريبة جدا من المرمى. دي يونغ. باولو ديبالا. ضاعت الكرة على لاعبي برشلونة. هيغواين في موقف المتسللان. جوردي ألبا. برشلونة وفريقه يفقد الكرة. ديبالا. الآن مع كريستيانو بيمر ويتقدم الكرة. كرة في الشباك. خسر الفريق وفاز هو بها. الهدف. يا سلام، شوف الإعادة، شوف الانطلاقة، شوف الكرة الفردية، شوف الاختراق، شوف المهارة. الله كيف وضعها في المرمى، هدف روعة. بعد هذا الهدف النتيجة صارت 4-1. تدخل خاطئ، قد نشاهد بطاقة تخرج في هذه اللحظات. بطاقة صفراء في وجه اللاعب، عليه الحذر فيما تبقى من المباراة. كرة في مكان مفضل بالنسبة للأسطورة ليونيل. أوه، عدت الكرة، مرت بجوار القائم. يا سلام على التسديدة يا لعيب، كرة كانت خطيرة، كان ممكن تصيب المرمى، حبست الأنفاس. اعتقدنا بأنها هدف في اللقطة الماضية. فرصة والكرة في وضعية الهجوم. شوف انطلاقة اللاعب ولتجاوز المدافعين، كان تسلل صحيح. جوردي ألبا. رمي التماس بعد تدخل ممتاز واعتراض الكرة. باولو ديبالا. الثلث الأخير من المباراة يبدأ في هذه اللحظات، متبقي فقط 30 دقيقة. بيعدي فيها، يتقدم فيها، يتقلص الفارق. كل شيء ممكن الآن، الوقت كافي لتعديل النتيجة، لتعديل الكفة في هذه المباراة. رباعية مقابل هدفين، الفارق يصبح هدفين بعد هذا الهدف. كرة ما زالت عند سواريز. تبعد الكرة من أماكن الخطورة. يلعب الكرة بدقة كبيرة بالملي. يا سلام، يعرف كيف تخرج ومتى تخرج وأين تصل. الله على الكرة. كانت فرصة لهجمة مرتدة لكن ضاعت في هذه اللحظات. ليونيل ميسي. بينية خطيرة من ميسي. في النهاية بتروح للخصم.
خوان كوادرادو. مهارة كبيرة في تدوير الكرة مع الزملاء في أرضية هيغوين. بيلعب لك كرة بينية. حارس المرمى كان بالمرصاد. تدخل سريع. خطأ موجود وقرار سليم. شخصيا كنت أتوقع بأن الحكم سيخرج البطاقة الصفراء في وجه اللاعب، لكن اكتفى هذه المرة بالإنذار الشفوي. على اللاعب أن يحذر في الوقت المقبل من هذا اللقاء، لأن الحكم قد يخرج الكرت الأحمر مباشرة بعد هذا التنبيه. ملعوبة الكرة العرضية في اتجاه جريزمان. أوهو، على التصدي والرشاقة. جريزمان بيلعبها إلى منطقة الجزاء. إبعاد سيء للخطة، ما زالت خطيرة. مدافع بيخلص الخطورة ويتصدى للتصويبة الماضية. شوف الأرقام توضح لك تفوق الفريق بأنه لم يكن بالصدفة. الأداء القوي هجومياً، القوة اللي يثبتها الفريق في استغلال الفرص، وبالتأكيد تجعل حتى هذه اللحظة متقدماً في النتيجة. برشلونة يستغل الأطراف الآن. شوف التدخل، لكن الكرة بالطول بعد ذلك وبتتحول إلى رمي التماس. أرتور ميلو. جوردي ألبا. فرصة ضاعت وتحولت للفريق المنافس. كرة مرتدة فيها خطورة. ضاعت فرصة الهجمة المرتدة. حلوة البينية من ديبالا. فرصة تقليص الفارق. مستحيلة هذه الكرة. هدف من كوادرادو. الكل يعرف قدراته، إمكانياته، يعرفون بأنه سيسجل ولا يمنعونه من التسجيل. نستأنف اللعب من جديد في مباراة تشهد الكثير من الأهداف. غونسالو هيغوايين. أنطوان غريزمان. استغلال للأطراف من برشلونة. سواريز وفرصة خطيرة. حارس يذهب للإمساك بالكرة. المباراة تدخل في العشر دقائق الأخيرة. يخترق ولديه المساحة. لابد أن تستغل هذه الكرة. يا لعيب يا لعيب، هذا كثير جدا كثير جدا. هدف سينمائي، هدف عبقري. ما يحدث في هذه المباراة أشبه بالمعجزة، لم يتوقعها أحد. من كان يصدق؟ أي عودة تاريخية تظهر لنا قوة الشخصية التي يتمتع بها الفريق. ريمونتادا تاريخي. حلوة الكرة البينية خلف المدافعين. فرصة هدف لديبالا. يا لعيب يا مجنون يا ديبالا.